السلام عليكم أصدقائي، اليوم سوف نقرأ بائعة الخبز. تعيش فاطمة في بيتها مع زوجها المريض منذ مدة طويلة، تعتني به وتشتري له الأدوية، لكنها تعاني من غلاء المعيشة وكثرة المصاريف. كيف تحصل فاطمة على النقود لشراء الأدوية وتوفير مصاريف البيت اليومية؟ تستيقظ فاطمة باكرا كل صباح، تسكب الدقيق وتخلطه بالماء، وتحضر خبزا لكي تبيعه في السوق. يا له من خبز لذيذ! هكذا كان زبناء فاطمة يرددون دائما. في أحد الأيام جاءها رجل يحمل قطعة خبز ويصرخ قائلا: أنت امرأة ماكرة، انظري، تبيعين خبزا محشوا بالذباب، هل هذا صالح للأكل؟ يجب أن يعرف الجميع الحقيقة. أدركت فاطمة أن هذا الرجل يكذب، لكن كيف يمكنها أن تسكته لتحافظ على زبنائها؟ فكرت ثم أعطته 5 خبزات وقالت: تفضل، خذ هذا الخبز مجانا، واسكت، إن الكذب حرام. وصل المحتال إلى بيته وأكل الخبزة الأولى، ثم الخبزة الثانية، ثم الخبزة الثالثة، ثم الخبزة الرابعة، وأضاف الخبزة الخامسة وهو يضحك ويقول: يا له من خبز لذيذ. عندما انتهى استلقى على ظهره، ثم أحس بألم في بطنه وأخذ يصيح: أي بطني، آه بطني، إنها تؤلمني. الآن فهمت أن الكذاب لابد أن ينال عقابه. رجع عند بائعة الخبز وطلب منها السماحة. هكذا انتهت حكايتنا، إنها حكاية جميلة. والآن استنتجنا أن الكذب حرام، والله يعاقب الكذابين. إلى اللقاء أصدقائي مع قصة أخرى.